قفك يا قردرضة يا قلدو ليلة أنقيد لو قصو قبن إحلبان محمد أبيب وبوحيو وحا حيران أفر بقول محبوس وحي تسراكيل ولي اللي اسمه ويدين حبيس دين ماذا أفر تبقول يم السلكاء وقال قرطة ما لو قصو دينيا سيدين لو قصو دينيا دل كان إنه ديمقراطي ونقضه ودوره شكده عضو مرنا بدولة دمجها محادل كان دوره شاء قولها روق اليباد والله عندك على الله واحد داد بدانا وقوصو هنقل تاقي واح أودل كان لعدونا أي محمد أبيب قورعي سومال لان عدة كوهر تمادا أنك كوهر مرأي ودهانو مدى السومال لان ملك سلو دافا دوني دوكا تشوكتو وهذا صحافة دا ورركة تبسة وحارنتي آد هذا الحين تيدو ما المهود مبينو هاي سطاع دعوة دا حلبان محمد أبيب وكتر سن حلبان دا قولها وكلا دا وغهرين دعوة دا سي إذا قو أنقال كيدا لي وقولوا له وخميس تو بلانس من تشعلينا كورنا لكن وحال دنيا انت عداله تشعل انت تشعل سنانتا انت تشعل ود شركه جمهوريه الصومالي لان انت تشعل هرمركا انت تشعل ورا النمضه ومضه صومالي لان إن أنا شايفه قفك يا قردرضة يا قلدو ليلة أنقيد لو قصو قبن إحلبان محمد أبيب وبوحيو قولها اللي بيسديت إحلبان بعفرية تدكو دورشة ودريرين وحمل عند اللو يستاقي إما تلادع إحلبان نضع شعبكم اي او دورتان استور كنو شيغي واخ ويان الى لينتا حقوق المواطنين شقده قوله والى لينتا حقوق المواطنين وصحافه الناس كميتي والشعب يا سومالان كميتي يلا حساب تنكا حد حكومه دجوكتا محمد أبيب يحل اللي ما ندرك عليه إلا دورتي إدى حضشة إدى ليش حكومي دا شاكتا قولها حير دجين تتشوكتا وحي كدن بمونان أيام أدوكو بها إيسان أتركور غريسان أي صحافة دا كاحد لا وحانا هين با وردالك منسوق أهل قد هاي ورحلالك إيو أولها ومدة كده حياة سحقها الواقع يسوي وحقوقها موادنين تهلا بور حمد أبي بيلا ما أنت تقولها نبيت إلا حده مركو هذا لا يبع سجي يحل بنا ذاك لبوا حكى عن لندن يرتا تلك إذا كان كتوبة ويا ده ملعدة فلدا عيرتي يبين يسا المسكين تا إن أنا اللي إريان ومصاريف تا إلا صوب حيسو أن لودي بين بالله حضله waxa laga hadlaa dhulalka xukuumadu sifada sharci darrada ay u yimineysa lacagta akoonada khaaska ku shubmay waxa laga hadlaa dalka 7 sano kulmiye haystay iyo 7 horo gibigeediba ummad inta la kala furfuray gobolada ay tageen inalkii xukuumiga ahaana han yara isku koobtay waxa laga hadlaa suxufiyintina la xiray horta ilig baan kaga hadlin ومحكمة ملتري لسعر اللوغة روحي اللي بانا الله دورت دي ما هي لدارنا لسان دوني دانا دقيقة كيناني وين الدير او النقضان دون المقدد كالوحي انت هسوه هربح لبيه سيدية تنكاح بنود خميس دمرك يمادان ايد محمد حبيب ايه كاكو انقاري انو كمهربحي
قاعده شرعيه واحد تلاها نو ون ابوف ذا لو وفينا شرعي كما سرعي محسوك الدعوه نو عاي تهي برتا امرك اللي سوي مادو سو تشيدينتا كعن تاقا ديد مديو وقران شها كونو وينهد كوغان دوتا حالك المركا واحد دونيا عفيس كحير الالنتي حير الاليها قودة قرنك السؤالها أنا ودين إنه أمضى ما دام المسؤولية ده اللي بعده طاعت هاي يضع حير الالنتو أي تاي هاي يد مضح بنان واحد قرصور كان كتر سام حكومة ده يحس يدا يح اللي بعنا ضبوا ولا حيسا شرعية ده قال كي لالسا سببتها عيد قارو وقفوا قمت يا وقت قام واحد سببها محمد ابي وكبرت كبح وكبر متك ادبن اللي بانك هو امانيا ان سومالنا نمدي سكو فانا ادبن شعب الريا او ظل هو امانيا اس سوبخي شرف تنها اقر النمدا يا ديمقراطيه يا دغنانشها يا دلجعيلكا يا وحي دونيان يا وحي ديدان باي كوموجينيان البحنمدي بسيلكو كموقدي ما دامو اوضل اي تهي برتي لغا اساس ومدينه يتريتان تبلغ تشمي سمعنا حمد ابي وحا او اقدر يكو قابن بكلها مريد سمعنا الحمد والعط يعني حالا سومالي يكو قاتلا لغو قرام مينا ميلو سومالي يو ما دركتين تقولها يتشوي وقدو دينا قرام مينا لكن رمطا حنون كله رمطا اي حنون كله اللي بانكاس إيه اللي بان ندخل إنه قن ما يمان تاني دي شيء يعني يمان قولها لقى من المريستور لقى قاط نقول ما يان ها لقاها وفرة وها وشاوها إذا كو صحافة ده هرجيسة واحد كو حد لا يو عضات كجد وبتين الله حيا إنا يرى برتها كو هدلي الحكومية ما هيو حسب كما ترسنا اللي بان معها حساند مرها صحافة دو صوفرست اللي بان قرن ايو سدح واللي بالله كمري وحيقو والله يا ويقو بالله يا ويقو تالله يا بوضحا انت انحنيها كالبد محمد ابيب كاقرطو انت انحنيها محمد ابيب كالبد كاقرطو انا نيني الناقوي في يحيلا كالقرن واي ويسوقوا اللي بيبا مقالا دو دحشو الحير الان انت قارن كوحا ويديني يا حين دلان حساند لو قولوا ويني كاتر سام او الشعب كفر ليا انا يا رب انا كانت شوغا انتو صحافة دو صوفة لستسدح واللي يبلي قو كسي او اركت الشرعية مركي انو كو ايقنا legal perspective انو كو ايقنا تريمو بابلغا قلي وقف وقوها انتبه يا انو قيسي دانا اي ترانك انتو كلبت كو قبطو انو سدح واللي بالله مريو سببت هاد كان محمد ابيب اللي محمد ابيب وكيل بات كتينو هايد مدح بنام باتيني الدعوود وقوق ويدين لان حين اللي بامو سدح واللي شرعي يبقى عندك وقات هادي سنة ودح تشوفه الجواب تيدا وضعنا حير العالية يا حفيزك حير العالية انتو مد لنا وداك وحس حافدين الله هذا الله بعد هو جاها جود يحس بك كل مية وحس بالحاكم كي ثلاثة ذلك الحي يحكم مد ومد كل مسؤول هاي هيدين ومد مد مد وذاك الشقيس من كاسو حش يا جاي عدو جوده ومد لنا سمال لنا وذلك تعب كله وذلك ضد كجل انتي روح الجمي وتشرته وتشوكته أيا أنت صحافة منك هذا سوي استعجى وحوري هذا هو كده هو أهدي وهو يمر كحد هو كده إن لا يرى لو يديو إلا أن عدو واحد لو يقينا عدي عقبات قوة هل إن كنا عيدنا عيدا كنا هذا جوده هني تشوكان لأن مسؤول أمراد وحس بيجي دل كتلدي سهيح الكعيبات وحوي جود باتهاي
xirmaanina maxaad ugu yeeri weedo dacwad ugu ogu weedo aad u odhan weyday warbalaxadagunkuduu cidda yihiin noo sheeg waxa maalindhow tula hadlayay guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha waa nin siyaasiya waa nin runtii ee jeedin karaya waa nin isaga la dhaliili karaya waxna dhaliili karaya maxamed abiib buu ka hadlayo wuxuu waa la qara in la qara cabax isagu ma xaakim baa cidda marka eedda la helo dacwadda la dhagaysto la gebagabeeyo xukunku dhaco amarka bixisaa waa xaakim maxkamad fadhiyee qaraacise qaraac islaamba jirimooyinkaa dembiga uu gelaya ee uu qof laleeyahay hala dilo xeerlaalina maxaad xinif aad waxuga weydiin weydeen aad ugu yeeri weyn waxaad la socotaan oo saxaafaddu u ogtahay sannad ka hor ciidankii dalkani lahaa ee 40,000 ahaa si dhib yar in dhabarka looga jiriy way ka soo dhaqaaqeen soo gooj caday ka soo baxeen dhibashiya dhaawacii dhacay dhiilladii maalintaa qaranka soo gaadhay welnagii wada ogeyn mas-uuliyadda cid baa ummaddan u haysa madaxweyne leh maamul leh militari leh mas-uuliyiin leh ayaa dalkan amnigiisa gacanta loo geliyay xeer ilaalin dacwad ku soo oogtay kuwii ciidanka qaranka jabiyey ilaa sannad ka hor buu maxamed abiib hadlo 100 xildhibaan oo kalaaba hadlay oo yidhi waar inay soolna sidaasi ka dhacdaa khalad bay ahayd ciidankeena inayna jaban khalad bay ahayd sannad kadib waxaa la leeyahay meesha la yidhahdo eed ciidan baa loo haystaa oo dhici karaysa ayaa anigu qofku macsuum iyo malag maaha waa khaldami karayaa gef waa geli karayaa no one above the law waa qaacida sharciga qofna sharciga kama sarran either madaxweyne or muwaadin laakiin su-aasha xeer ilaalinta la weydiinaya waxay tahay from that day till now waxaa xidhan 400 maxbuus oo xitaa saraakiil weli laysma weydiin maxaabiisteen meeday 400 yaa mas-uul ka ah gorgorta maa lagu soo daynayaa sidee loo soo daynayaa sidee loo soo furanayaa jabkaa weynee dhacay yaa mas-uul ka ah xeer ilaalin ee kuwii jabka ciidanka u geystay ee 400 maxbuus maanta bartaa talaxumadooda ugu xidhan yihiin fiid $100,000 oo dollar bay hargeysa ku dhex wata dib baa iyaga loo ilaaliyaa sharciga kuwaa qaban waayey ee ciidankii inuu jabo mas-uul ka ahaa ee 400 maxbuus maantada Soomaaliland ka xidhan yihiin ay madax ku yihiine fiidada $100,000 lagu ilaaliyay hargeysa ku dhex wataan ka yidhaahdo waar ciidankeennibaa jabay oo talaxumadaasa ku jabtay ee dembiilo noqonayo kii 400 ay ku xidhnaay u xidhnaayeen talaxumadiisa iyo nidaamkiisa ay ku gaadheen madaxu yahayee gawaadhi fiido $100,000 cashuurtii ummadda lagu wado ciidan ilaalinaya sharciga kuwaa qaban waaye maxamed abiib qabanaya aad ku eedeynaysaa wuxuu yahay ummadda u sheega billaahi calaykum aqliyadda ummadda waxay taagnayd awel in laga hadlo la yidhaahdo waa xilalka xukumiga iyo xuquuqaha muwaadiniinta hala dhowro maanta finally waxay maraysaa in la yidhaahdo xaq iyo xuquuq xoriyatal qowlka xildhibaanadu uma laha taasaa lagu soo dacweynaya from the day golaha la imid ilaa yowmin haada maxamed abiib iyo xildhibaanada kale ee axmed khaliif iyo ragga hadallada cadcadee kale ee ka mida golahan jooga waxay ka hadlaan wadanta guud iyo daryeelka bulshada waana ta loo soo doortay kamana aamusaya waana ta kitaabka u maray adeer ninka jamhuuriyadda Soomaaliland jiritaankeeda diidan adeer ninka ummaddani waxay ku heshiisay diidan adeer ninka cashuurta ummaddan qaata
عيد كله ماشي اللي إذا هذا ودك نقول أدرنك على كان يدن كسهور شيء ذا أنا جا أقول دار أن عندنا كما أقبل إن السومال الآن إني الدوس كجيت سوكر أنا جا على كده هو إني كو تي في ذا كهاد لا ما راح أحد بعنا ذا كأذينا يا ما لنا على كسومال لا جالسين أنا جا جالس أنا جا يو إن سنتر كده أحد يقول سومال لا شل ودود الناس حافظ اللي بيجرت أنا جا تشيني فت شوغني أنا جا سومال لا دورشدة ذا كهاد لني دقنا شيء ذا كهاد لني ديمقراطية ذا كهاد لني عندنا غلا حتى على بدنا دار مجرت أنا قال سومال لا نقال حتى على بدنان مايو أنا يروح عشورته وما دل بكرة دولار كقاطه وتر كافر ليه حكومة دو أديجي أنا قال حتى على بدنان مايو ونا اللي عمين هنا أبي بيهن طلع عرق تدع حلو بعنا ده قولها كوتشرتها إلهي بام كل شروط ما إنا أنا حتى جسنا اللي قل له حن دل كنا إنه دل حرية دي حقوقه له دون ذن اعتراف كهله دقناشيه صلى الله عليه كتاب عن خمر سمالان عدة كهر تمادة أنا جا كهر مريم ولا حل دبان ولا متكرر حل حياة تاسنا دعي ميسو ورد الرسلان تمن عضافة لذا ودقا كاريون الله وطا ذاتك إله ونسوغي مساكين تا أنا جا وهد لنا كوان الله دلنا نبى نمكيلين، كوان صاحب كنا هاي بام كذا دقائق لنا، ونحق أنو نقول له حني، مسكين لا ظلم اليوم، يمواد حقي، كأمس منه إلى هنا حق واركيا، حق نو يقول سنة يا، هذا الكلا مصعوني، الصومال الآن وحي كذا عيا محمد أبي مسمية شريب أو ذو الكسبي، اللي جوهم بلي يبح، ضد بدن وأوسه هنقل تاجي يي. وح أود الكل يعدونا أي محمد أبي بخورعي ورقام الصومال اللي عندر ولا تقرأ عني كيشة طولة هرجيسة كده حلا حنيها انكسر يا حب انترن كيسة حتى الرياضة استعمالية أنا في كل صوم برين كري السدح واللي بلم رياسة حافظة كسيد ديسة وخبرتها في اللي حير لعنت وطي شقاك قبل نسي عيد مدى أمني بشقاك قبلتها الدمان ده روح على الله تعودنا سمال الآن يؤمد دوما أنت قميص دوارك وراها الناس حافظي وحاصل ده قال وحو قصة عدا لدي شيء يا مات دل كان إنو الديمقراط دي ونقضى ودورش هكاد عضو مرنا بالدولة دي مجح محاد دل كان دورشة وقولها روق اليبار وراها انت قال خلا واحد dal kan muxuu doorasho ugu dareeraya u jeedada dagaalka goolaha ugu socda waa intaas extension muddo kordhin cimri dharar waxaas la dareemay laakiin taas ma idin waxaan muddo Soomaaliland gabadha ugu baaqaya bilbowda dhashay hay quraan la wadaayay ray awdo waxaan lahayd dalkii idii kaare 39kii idinka Soomaaliland sukaanay إذا كان دولة نما أونكاي، إذا كان علن كسومالي لان اختراع سيا على أبوك سلا، إذا كان هيست علن كسومالي لان إذا كاره، إذا كان دولة نما ده سومالي لان لو حدا له، إذا كان سومالي لان درا وعد كستو قال حتى على بدن مرتكم تيدين، ولا قاتين من نفل هذا روش كار كيستر يا ودرا، حلبان محمد عبيبنا، يحلبان نظر كلا جبل كأودل كسوتش يدنا، وراها لقنا حقاً ما يتأكل بشاريس، إن شاء الله بإذن الله يبارك. ومد السومال لا نوح الله ورمت هاك هاي إنه معلم با قرسين ينقق معلم باك عند دويرين لسماية معلم با إنه روك العبتر وحكا استبوه الله قادنا إرقو محمد أبيب لها إيو لها تبنن وحلالك ووصر رايحة يا بدناني إرين معي بدناي إيدين معي بدناي حكومي معي يعني الصور كسومال لا يعلم اتشنن ملتريلي اتشنن كبليس كلاي المالي وزير كمالية دلي وزير كارمها دبا دلي وزير كارمها قدح احير الاليه قودة قرن كلاي قدومية محكمة صراح احن تدور كقودة دل كلاي قدومية هيدا شغالها اتليها سردون كلاي اقريقان كقودة قرن كلاي
انت سبد رفيدي كما غيين سومالي لان انك قرحيه ودودا سغاشن كابيلي حداي ودودا واخو سوناي ugu dambeyn saxafada Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynayaa inay ilaalinayaan qarannimadooda waxaan oo balana inaanu qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ilaashanno inaanu dalkan ilaashanno dalkan isbeddel ba ka socda laba aragtiyood ba ku hirtamaya aragti 90 jira iyo aragti 40 jira oo doonaysa dalkan inuu dunida gaaro iyo aragti doonaysa dalkan inuu qabiil iyo qoys ahaado oo taay ku xukumaan hawdan taana dadkii dalku way garanayaan Soomaaliland ilaahay ha guuleeyo ilaahay ha ciseeyo